عسلامتكم، صحة فطوركم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم. نرحبوا بكم في عدد جديد من برنامجكم سهرة رمضان، العدد اللي راه متواصل معكم طيلة هذا الشهر الرمضاني بإذن الله. برنامجنا يستضيف ألمع نجوم الفن الجزائري، واليوم راه حاضرة معنا فنانة قديرة، الفنانة اللي ما راحتش من البال عبر أجيال، عرفتوها من خلال الطاكسي المخفي وكرنفال في الدشرة، الفنانة الكبيرة والقديرة عتيقة طوبال. أهلا وسهلا فيك وصحة رمضانك ومرحبا وسهلا فيك معنا. الله يسلمك، اهلا بك تيتانيك زهرة، ونشكركم على الاستضافة ونقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم، ونشكر رؤوف اللي استضافني على مسكين ملي بدا رمضان ويقول لي عتيقة روائي، وانا نقول له اليوم غدوة اليوم غدوة او جنة. احكم لك اليوم قبض عليا اليوم. مرحبا بك ونورتينا. سيتي ان فخيغ بور موا رؤوف، ونشكر الضيوف اللي راهم حاضرين معنا، ان شاء الله نجوزو سويعة مليحة بحضورك. أكيد راح تفوت الحضور تاعكم أنتم أكيد بتاني. نرحبوا كذلك بزميلي اللي راح يتقاسم معايا طول التنشيط طول هذا الموسم الرمضاني، رؤوف أهلا وسهلا فيك. قربت النهاية. صحة فطورك وصحة فطور السادة المشاهدين، وبيان سور ترحيب خاص بالنجمة الكبيرة الفنانة الكوميدية عتيقة، صديقة العمر، رفيقة الدور والعائلة. يعني احنا أنا وياها أصلنا عائلة واحدة مع الزمن مع مرور الوقت. فأنت ضيفة عزيزة علينا وعلى رأسنا، وهذا يوم عيد بالنسبة لنا. الله يسلمك. العيد عيدين اليوم معنا. الله يسلمك، واليوم أنا تيكاني فرحانة لأني حاضرة مع الوجوه النيرة. أهلا وسهلا فيك. رحبوا كذلك بزميلي بالقناة عبد الرزق علاوة، أهلا وسهلا فيك ومرحبا بك معنا. الله يسلمك، صحة رمضانك وصحة فطوركم، وشرف لي أني متواجد معكم اليوم، راني مع باقة جزائرية الحمد لله، إن شاء الله نجوزوها شابة إن شاء الله. إن شاء الله. كذلك رحبوا بضيفنا لنهار اليوم منور ويس، رئيس لجنة المسابقة والتنسيق لمسابقة الأغنية الوطنية، صحة رمضانك وأهلا وسهلا فيك معنا. صحة رمضانكم وشكرا على الدعوة، وتحياتي للسادة الحاضرين معنا في هذا البلاطو، خاصة السيدة عتيقة فنانتنا الكبيرة، تولوا لها طول الصحة والعمر إن شاء الله. الله وشكر لزميل رؤوف على هذه الدعوة، وتحياتي للسادة المشاهدين المتابعين للقناة، ورمضان كريم وإن شاء الله عيد مبارك. إن شاء الله العيد على قيمة وقامة إذاعية كبيرة، ويشرفنا وجوده معنا. عفوا، هذا شرف لي. أهلا بك. أهلا أيضا بالأستاذ عبد الرزاق علاوة، صديقنا وزميلنا، ولكن أيضا نعتبره علامة فارقة في البرامج اللي موجودة للإذاعة قناة الوطنية. هي الحصة قبل الأذان، حكينا على الكونسبت، كيف جاتك الفكرة؟ هي احنا في العام عندنا حصة واسمها أنا في حومتي، تتنقل للحومة تحكي على كل أحياء الجزائر العتيقة. كي ندخل للحومة نحكوا على الجانب التاريخي والنضالي. على الحومة نحكوا عليك إن شاء الله. لحقة دارتك ما تخافيش، راكي مسجلة الأحياء العتيقة. من بعد كي جاء رمضان اقترح عليا في القناة، يعني من بينهم مدير القناة، قال لي واش راني حاب نشوفك في رمضان يعني قبل الأذان، يعني تهبط تشوف بهذا اللونجاج اللي دير به الحصة ديالك، نشوفك برا تشوف الأجواء يعني الرمضانية في الجزائر. دخلنا الأسواق ومشينا، عجبتكم الحمد لله، كانت بالمساعدة تاعكم يعني وبالتوجيهات، وكان الأحياء اللي نروحوا يستقبلوا الناس، جات شابة، احنا ما كناش نتخرج هكذاك، الحمد لله خير. الحمد لله، إن شاء الله المزيد من التوفيق. تفرجتيها عتيقة الكونسيبت؟ الكونسيبت يبدا قبل الأذان سوغ كال شان في الوطنية. في الوطنية، ومن بعد يوريو الناس كيفاش تفوت رمضان، يشوفوا الأجواء في الأحياء القديمة، ويشوفوا الموفمون تاع الناس، كيف الناس كيفاش تسوق رمضان، يغلبهم رمضان ولا لا. نحب نقول لك سر على عتيقة، ربما ما يكفيهاش الوقت باش تشوف التلفزيون، لأن الناس يضلوا يعيطوا لها في التليفونات، ومعروضة هنا ومعروضة هنا، يعني ما عندهاش فعلا معظم البرامج هي تشوفهم بعد رمضان. بعد رمضان نشوفهم صح. نشوفوها شفتي احنا نشوفوك انت ما تشوفيناش. الله يسلمك. استاذ نتحدثوا قليلا على البروغرام تاعكم، المسابقة الوطنية للأغنية، الأغنية الوطنية، حدثنا قليلا عن هذه المسابقة. إذن المسابقة يعني تم إطلاقها من طرف سيد المدير العام للإذاعة الجزائرية الأستاذ محمد بغالي الآن حوالي قبل شهر. نحيوها بالمناسبة، يعني واحد من أكبر الإعلاميين عندنا في الجزائر. والمسابقة الآن في مرحلة استقبال الأعمال الفنية على مستوى 58 ولاية، بحيث أنه تم استحداث لجنة تنظيمية على مستوى كل ولاية بما فيها الولايات العشر الجديدة لتستقبل أعمال الفنانين الشباب، يعني من كل ربوع الوطن، من كل ربوع الوطن وباللغتين العربية والأمازيغية. بالنسبة للعربية تكون بالعربية الفصحى أو العامية المهذبة، والأمازيغية بمشتقاتها حسب المنطقة، يعني اللسان المحلي،
بإمكان الشباب المشاركة في المسابقة ويكون موضوعها تغني بالوطن وتمجيد أبطال هذا الوطن وتاريخ هذا الوطن، وربما هذا يأتي يعني إضافة للمكتبة الأغاني الجزائرية، خاصة ربما هذا اللون الغنائي الفني يعني قل في السنوات الأخيرة. أنا أظن هذه المسابقة جت في وقتها، جت في وقتها لأن فعلا اشتقنا نسمع أغاني وطنية جديدة جديدة يعني من أيام رابح درياسة، من أيام شريف قرطبي من أجلك يا وطني، من أيام المرحومة وردة الجزائرية، فعلا ما عدناش نسمعوا كثير الأغاني الوطنية. فلما تكون مسابقة بهذه القيمة هذه وتدعو لحب الوطن، وإحنا نحتفلوا بالستين سنة من الاستقلال. فأكيد هذه مبادرة تستحق التنويه، وعلى هذا الأساس إحنا جبناك لهنايا باش تعطينا مزيد من المعلومات. مشكور طبعا، هذه مساهمة من الإذاعة الجزائرية في إحياء ستينية الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. ولأهمية هذه المسابقة أنها حظيت برعاية رئيس الجمهورية، ويعني فيه حسب الأصداء يعني اللي توصلنا من زملاء على مستوى الولايات، فيها يعني إقبال من طرف الشباب فيها، والمدير العام للإذاعة الجزائرية أخذ قرار لتمكين الشباب هذو باش يسجلوا الأغاني اللي ربما ما عندوش إمكانيات باش يروح استوديو خاص وما يقدرش يدفع تكاليف تاع تسجيل الأغنية أو العمل الفني راح يتقدم به، بإمكانه أنه يتقدم لأي إذاعة محلية على مستوى الولايات 48 والولايات 10 الأخرى، بإمكان هؤلاء الشباب تقدم إلى الإذاعة في الولاية الأم باش يسجلوا الأعمال تاعهم ويشاركوا. شيء جميل يعني الدولة تساعدهم 100%، وكذلك كنا في النهائي اللي يفوز كذلك عنده جائزة حسب المرتبة. نعم اللي يفوت بالمرتبة الأولى قلنا شحال والثانية راح تكون في النهاية، يعني تكون على ثلاث مراحل، يعني يكون فيها تصفيات، يكون عملين سواء باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية يروح للمرحلة الجهوية، ثم في النهاية يعني بعد المرحلة الجهوية تكون فيها أعمال مرشحة للمرحلة النهائية الوطنية. وفي النهاية راح تكون فيه ست جوائز، ثلاث جوائز باللغة العربية وثلاث جوائز باللغة الأمازيغية وجائزتين لأحسن عملين نسويين. وهذه الجوائز يعني في المراتب الثلاثة، الجائزة الأولى راح تكون قيمتها 40 مليون سنتيم 400 ألف دينار جزائري، والجائزة الثانية 30 مليون سنتيم 300 ألف دينار جزائري، والجائزة الثالثة 250 ألف دينار جزائري 25 مليون سنتيم. وهذا يعني بالتساوي بالنسبة للأعمال اللي تكون بالعربية ولا بالأمازيغية. أكيد شيء جميل. ويكون فيها أيضا جائزتين بالنسبة لأحسن عملين نسويين، واحدهما باللغة العربية والثاني يكون باللغة الأمازيغية. أكيد شيء جميل يعني الدولة تراعي تعطي الفرصة للشباب وتزيد تكافئهم من الفوق. وش رأيك في هذه المبادرة؟ المبادرة هايلة على بالك، خاصة يعني نشوف هنا في الكوتي تاع الفن والفنانين. والله غير حاجة مليحة، إن شاء الله تكون دايمة إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله نلقاو الدعم ودعوة منكم كفنانين يعني لهؤلاء الشباب باش يساهموا إن شاء الله. يعني إن شاء الله تحفيز مهم جدا للشباب الجزائري أكيد هكا كامل اللي يعني يبذلوا أقصى ما جهدهم ليقدموا الأفضل للأغنية الوطنية. عتيقة هذا رمضان غبت علينا ما شفناكش، احنا ولفنا نشوفوك في كل رمضان ترسمي الضحكة على الوجوه الجزائرية. عندي غياب طويل هذه طويل يعني. على وش السبب؟ غياب 30 3 سنين 3 سنين غياب 3 سنين. وعلاش هذه الغيبة الطويلة؟ الله غالب سي با نوتغ فوت، احنا مادا بينا نكونو بريزون شاك لو مود رمضان، بصح مالوغوزمون يعني كاين تهميش في بزاف السنوات الأخيرة بزاف سورتو لو كوتي ديالي انا تهمشت. كنشوفوا ما نقدروش كيف راك يعني الحمد لله ونجي الحمد لله الحمد لله. انا نعرف ان عتيقة مرت بظروف صحيه صعبه جدا وعملت اكثر من عمليه جراحيه دقيقه ويعني كانت حياتك او كان حاضر معايا في الوصف. انا رحت لك حتى المستشفى الامريكي ونحب نحيي ايضا الستاف الطبي في سواء في الجزائر او في فرنسا، يعني كل المجهود اللي قاموا به من اجلي إنقاذ حياة عتيقة وإخراجها من مرحلة الخطر. ولكن الحاجة الطريفة اللي نحب نحكيها أنها لما كانت في المستشفى الأمريكي بباريس اعتبروها يعني كأنها رئيس دولة موجود في المستشفى، عمره ما كان في تاريخ المستشفى عمره ما كان عندهم عدد الزوار رايحين جايين كما كان لدرجة المستشفى على حالة الطوارئ تما، وبقوا يتسألوا شكون هذه الشخصية العظيمة اللي راهي موجودة عندنا هنا.
فكانوا المغتربين يوميا يزوروها في فرنسا ويدعوا لها في المساجد مكبرات الصوت. صح هذه الحمد لله الجزائريين فيهم هذيك هذيك الرحمه سي فري كاين لي زيميغري اللي راهم في فرنسا نقول لهم كثر خيركم يعني وقفوا معايا الحق. عتيقة وين محبوبة أكثر أنت في الجزائر ولا في فرنسا؟ عند الجزائريين اللي في فرنسا ولا عند الجزائريين في الجزائر؟ كيف الحمد لله عتيقة الناس كامل تحبها الحمد لله. لا لا الجزائريين كاع كيف كيف لا لا الجمهور الجزائري يحوس على لي زونسيان فوالا جوستومون علاش سقسيت علاش ما بانتش في الغناء عرفتي تعرفي خرجت اليوم خرجت نقضي رحت نقضي اليوم بابك صافي الخير ما خرجتش نقول لك حاجة ولا غنهبلوني عتيقة ما شفناكش هذا رمضان قلت لهم واش من هذا رمضان اللي فيه 3 سنين شفتو غير هذا رمضان قلت لهم لي 3 سنين بالك هذا رمضان اللي ما شفناش الفنانين الكبار سي فورسا تفكرنا لي زونسيان فراهم في الاعمال. كاينه حاجه كاينه حاجه ثانيه الناس ما ماشي يشوفوك في دوكا حاليا بصح احنا عندنا اليوتيوب انا نعودوا انا نشوفوهم اعمالهم انا نتفرجوا على مازال نشوف لي فيلم تاع حسن طير مازال نشوفهم صح نشوف عثمان عريوات انا ما راحوش الافلام ديالهم نشوفهم مانيش نشوفهم يبثوا يومين بصح انا نعود نحوسوا عليكم ونتفرجوكم يعني ربما راهم يحوسوا عليهم الناس بزاف فوالا فوالا الجمهور احنا لو كان ما عندناش جمهور الجمهور هو اللي دعمنا هو اللي طلعنا هو الجمهور هو يطلع الفنان ونحيي كاع الشعب الجزائري ساسوا في الجزائر ساسوا خارج الوطن. أنا الحاجة اللي نحب نقولها على عتيقة أنها تربت مع أساتذة وعملت مع مخرجين كبار سواء الله. في السينما ولا مع الأستاذ عثمان عريوات خدمتوا مع الله. بعض ولا مع بيلونا ومع لابرانتي وردية مع مخرجين كبار ونظن أنك درستي في الكونسيرفاتوار صح؟ 4 سنوات درست في الكون... يعني ما خرجتش من العدم كما دوكا نشوفوا ممثلين تاع التيك توك تاع اخر الزمن ما عندهمش اي مستوى ما عندهمش ما تتلمدوش على اساتذه الحمد لله فتلقاه يعمل اي سكتش بسيط هكذايا واحيانا ما يكونش حتى عنده معنى ولا رساله ويبارطاجيوه الناس ويشوفوه. واش رايك في هذه الظاهره فنانتنا عتيقه؟ واش نقول لك هذه الظاهره يعني الظاهره الاخيره ولا التيك توك يمشي اكثر من التلفازه يعني المستوى رافت المستوى ولينا في التيك توك دوك يديري تيك توك ولا اسمه ما نعرفوش ما با تيك توك هاك سواسو تيك توك والله على بالي تيك توك ولا ما على باليش يقول لك نسبه المشاهده جي غير كومبري دي نسبه المشاهده علاش رويشت كانت عنده كان داير تيك توك ولا ورديه كانت عندها تيك توك ولا ما كاش مي الحمد لله داك الوقت تبدل عالميا هذوك الفنانين رويشت عالميا قاول التاريخ صح قعدوا لنا في التاريخ لاسبيكتور طاهر عالميا اسمو سيدي علي كويرات عالميا وخ عثمان عليوات وروحو روحو 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 دوكا هذيك ولاو يشوفوش هذوك يشوفو التيك توك ويشوفو لا هل غلاو عليكم الاسعار يعني الممثل دوكا كيطلب سعره ما يعطوهولوش يعني مادام فيه وجوه جديده وتتشاف بالملايين يعني يشوفوها الناس يقول لك بالملايين يتبعوهم هل هم اسعارهم اقل من اسعاركم باش ما ولاوش يتعاملوا بزاف يقول لك سوا جيزون قال لك سوا جيزون ليسونسيال لي زونسي ديمونديو بزاف تما هما يدوا هادو حقهم حقهم بيسو لا دوموندو ولكن ما يطلبوش بزاف انا حكيت الفنانه نضال قالت نطلبوا حقنا يعني لا راه اكسبيريونس اللي تهدجبال كاين الناس اللي دوك مازال ما خلصتش عليهم انا اقسم بالله من 2014 والله العظيم مازال ما ديتش دورو انايا اليوم الى عليك مازال ما ديتش دورو مي معليش باسكو سي نوت كولاك عاوننا حبابنا وعاوننا بوغ فيك نخدمو بصح هادو ما دابينا يخدمو بصح تفكروا شويه اللي عندهم جمهور تفكروا شويه ما تشوفوش غير التيك توك وتشوفوا الزين وتشوفوا انت ثاني زين وشابه انت ثاني شابه وفيا بعدا كي دايره شعرك صفر كيفي عندي خوتي انا تاريك شعرك تاريك استاذ نور تبع عمل فنانه كوميديه عتيقه اكيد انا من بين احد افراد الجمهور الجزائري الله يعني فعلا يعني كان مين من الفنانين اللي استقطبوا اهتمامك هكذا وانت رجل اعلام متمرس وعندك خبره طويله في الاذاعه ما شاء الله عليك الله يسلمك ولكن يعني ربما يشوف كل فنان جزائري اي فنان راه عنده بصمه في الجانب نتاعو يساهم كذا ومنها يعني سواء كان عثمان عريوات او يعني بهيه راشدي يعني وغيرهم نعم عميدة الفن الجزائري نعم كثيرين يعني انا احنا كنا في مرحله الدراسه اذا كان نشوف مثلا في مرحله معينه حسب معلوماتي انه ربما الفيلم الوحيد اللي تلقى يعني ارباح من الشباك هو المفتش طاهر يعني عمل السينما يعني وهذه
هذا يبين يعني يبين نعم يبين قيمة تاع الفنان الجزائري والجمهور الجزائري كي تقدم له شيء يكون في المستوى نشوفوا دوك نذكروا يكون في الذاكرة تاعهم يعاودوا هو ورويش دوك نشوفوا انا كنت دقيقة نشوفهم انا بالمناسبة نحب نغتنم الفرصة فقط مادام انك موجود معنا بالإذاعة ونوجه نداء للأستاذ محمد بغالي مدير الإذاعة انه يشوف للفنانين تاعنا الكبار هذوما وينتج لهم مسلسلات كما موجودين في كل الاذاعات العربيه والعالميه الكبيره ينتج لهم مسلسلات وتمثيليات ويعني فعلا احنا في حاجه كنا بقينا نسمعوهم كنا نسمعوهم وكانوا يجوزوا زمان دوك توقف هذا الانتاج ما كانش كان هذا يعني المسرح الاذاعي كان موجود لا لا وقيله مازال موجود مازال انا على بالي بلي مازال موجود انما الاسماء الكبيره اللي هي باقيه في بيتها يا ريت يتعاونوا مع الاذاعه ويخرجوها من عزلتها اكيد لانه اعمده من اعمده الفن الجزائري احنا الجمهور احنا نطالبوا باش يرجع يعني من كي انت واللي امثالك نرجعوا نشوفوهم في الشاشه ونفرحوا نفكروا اصلا بكري ما احلى مدى بك حاجه ما زهره وراوف نقول لك حاجه لا مالادي اللي راني مريضه بها انا اكوز دو سا اللي زدت كملت باسكو انا بالك الفنان تقدمي يقعد في الدار قدمي يزيد يا مرض الوغ الفنان وشنو هو دواه دواه الخدمه دواه كي يوقف ديفون لا كاميرا دواه كي يلاقي دي كولاك تاعو كاين دي كولاك انا عندي شحال ما شفتهمش مادا بيا نتلاقاو في البلاطو ونقصرو ونخدمو سي سا لارتيست لارتيست على بالك لارتيست لي دي سونسيبل اللي صوصي بحاجة هكا تقيسو الوغ ماذا بينا ان شاء الله يكون عندكم اعمال مقبله واللي ما لا تكون معنا في الوطنيه نديرو فيلم انا وياك ان شاء الله ونخدمو كيف هي توالم الاستاذ عبد الرزاق ديروا حاجه كيف بزاف انا شفتك حتى تعمل كانك تعمل سينما في البرامج تاعك يعني طريقه فيها معينه من التمثيل ومن تلقائيه وربما هذيك هي اللي خلات الناس يحبوك انا نخدم بواحد الميثود نخرج للشعب ايوه تسمى الكاميرا انا فقت باللي الشعب يحب يشوف روحه الشعب يحب يشوف روحه المشاهد يحب يشوف روحه والشعب اسمح لي برك نقطعك الشعب يحب توري له الصوره كما هي ما تزيدش عليها انا نهبط الكاميرا نهبط الكاميرا الاحياء الشعبيه متى نروح لباب الواد نهبط لهم الكاميرا تما قول واش تحب خويا في هذا النطاق على رمضان على قبيله على شربات وكي تروح من الحومه زعما ان شاء الله في بيلك ولا صالون بي ولا بليده ولا تلمسان كل واحد عنده حاجه معروفه في حومته انا نقول لك مثلا زعما ندير لهم لغز تاع قلب اللوز الفوق يقولوا صالون بي حنا خير بابا يدخلوا حنا قدم منا جمع لي اختي شابدات نتقد انا هذه نتقلاش يدوها وتعبها بالواد عند حامد شوف هي كاع نشكرهم كاع من بعد يقول لك سرير هرب عليه ب 20 سنه يقول لك الاخر هذاك اللي يبدا من بعد تروح لبيلك ويقول لك انا قدم البليده يقول لك عندنا هذه يعطوك حكايه عليها كل واحد والموروث تاعه والصنعه تاعه الحاجات الطريفه اللي وقعت لك اثناء التصوير يعني ماشي الحاجات والله حاجات شوف هذا رمضان حنقول حاجه ربما كان بزاف ناس ماركت هذا رمضان جاز بزاف مليح من ناحيه المشاكل الناس ما تقلقتش الحمد لله يا ربي جاز هذا ما تلاقيت مع حتى يعني باقار برا الحمد لله يا ربي تما وين خدمت الناس قاعد تحكت بالسما ماشي تقلقوا بزاف ما شاء الله وكاين عفايس اللي هو قبل انت انا كنت ندخل داك بالكاميرا نهبط بالكاميرا غير ندخل بالكاميرا ندخل الحومات ما نقولهمش واش كاين كاميرا السلام عليكم صحه رمضانكم هو ويتشوكا واش كاين يسناك واش حتقول علاه جيت انت باسكو والفوا الشكاوي والفوا هذا كيما نقولوا يهضر على هذا انا نجي السلام عليكم صحه رمضانكم واش كاين حاجه شابه بنين هنا واش كاين بنين وين الشربات مليح هو حتى كيركب باللي جيت على رمضان شوف شحال يدير هذا من بعد تدخل في البيع ديالو السومه هو يركب معك سي فري كي تكون تحكي معاه انت الدوزيام هو يشوف خلاص تخدم حتى هو يجي اونجاجمون وانا كي كنت نحكي مع الاخر ديجا فيزيون الدوزيام اللي وانا راني رايح نشوفو يضحك يتبسم يتبسم لك جوج ثلاثه راك خدمت السوق كاع المارشي كاع ديتو النجاح ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب وشرفتنا بحضورك معنا الحصه ايضا نتمنوا النجاح لل اكيد حبيت برك نسقسيك على طبعه تاع الاغنيه الوطنيه يعني هذه طبعة الاولى هذه طبعا وان شاء الله يكون كاين طبعات اخرى باش نحفزوا الشباب في الاشتراك يعني الرهان الحالي هو انه ننجحوا المهم الطبعه هذه لانه هذه الطبعه الاولى يعني تجربه اولى وان شاء الله تكون يعني وهذه دعوه من قناتكم يعني على منبر قناتكم للشباب الجزائري الوطنيه الوطنية. مع المسابقه الوطنيه وهذا اسمعنا المسمى قناه الوطنيه ان شاء الله تكون فعل خير على هذه ان شاء الله الشباب اللي راهم يتفرجوا فينا يعني واللي عنده موهبه يشارك وبالك هذه البدايه تاعكم وتبديوا طريقكم وتربحوا دراهم ثاني يعني مش تشاركوا صاي ويكون عندكم كارير بلوتار نعم هناك وعد من المدير العام انه راح تكون احنا والله ماذا بينا مرافقه اكيد ماذا بينا يدعموا الشباب الجزائري لانه عنده بزاف الموهبه ويستاهل ان شاء الله نرافقهم حتى شكرا لك على حضورك معنا شكرا جزيلا وتحياتي لكم ضيوف الكرام وان شاء الله المهم يكون
هذا العام يعني هذا الذكرى استرجاع السيادة الوطنية فعل خير على هذا الوطن إن شاء الله. وقناتكم اسمها قناة الوطنية إن شاء الله تكون فعل خير إن شاء الله. أهلا بك أهلا وسهلا وشكرا لك أهلا بالأستاذ علاوة أيضا وصحة عيدك مقبل نقولها لك من دروت مبارك. أهلا وسهلا فيك أستاذ صحة عيدك تعيد إن شاء الله بالصحة والهنا وعقوبة العام الجاي ترك من دروت تنعيد عليهم ونورتنا ونتمنى لك النجاح في مشوارك أكيد. شكرا لك صحة بارك الله فيكم حتى أنا وجودي هنا فرحني يعني مع يعني شموع الجزائر شرف اني تلاقيت معاتي قالي لي وانا صغير وانا نشوف فيها كبرنا معاهم بعد حتى لقيت روحي جالس معاها يعني حاجه شابه وتشرف لا والله ما تبدلتي زمان لماذا كي جيت مع الزليك انا قال لي يا عمري شكي كنت صغير مش فعلك كنت صغير ودوك راه كبير قلت صافي وليت عجوز جاوبوني عتيقه يا اخي الحبه تاع الورد تكون صغيره الله يسلمك تزيان كي تكبر كي تكبر سي فري الله يسلمك خويا ديك صحه رمضانك يعرف يا دار عتيقه فنان يعرف يا دار يا دار نكتب شعبي نكتب شعبي نكتب شعر شعبي والله عيد مبارك ان شاء الله كل عام انتم بخير والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. أكيد شكرا لحضوركم معنا. شكرا أستاذتان لي يعني ما موينتقي المواهب وشاف لي عرف كيف رؤوف أكيد أكيد شكرا لكم منورتونا وصحة عيدكم مقبل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونرجع لكم ما تروحوش بعيد. عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير ويلتحق بي فنانين كذلك حنعرفوا بهم مع بعض. الفنان الأول كمال فارس المقيم بكندا أهلا وسهلا فيك صحة رمضانك صحة فطورك أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا في كل مشاهدين القناة الوطنية وبالحضور أكيد والمشاهدين وبعتيقة والضيف الكريم أهلا وسهلا فيك نورتنا وزهرة مسهلا وكذلك يلتحق بنا بودهان عبد الرحمن صاحب مبادرة الكرة الذهبية للأصغر أهلا وسهلا فيك صحة رمضانك بارك الله فيك شكركم على حسن الاستضافة وكان لنا الشرف أن كنا عرمة دامي للفنانين كما عتيقة كما أخونا كما الإعلامي الكبير رؤوف والأخت ربي يحفظك أهلا وسهلا فيك خاي عرفتك بصاحب المبادرة الكرة الذهبية للأصغر نعم فهمنا على هذه المبادرة أعطينا بكوبيس شوية على ديتاي هكا والله كانت مبادرة يعني بعد اجتماع ما كان كنا أنا ورئيس فيدرالية الجزائرية للسلام يعني كان اجتماع وين خرجنا هاد المبادرة وكانت يعني في فئة الأصغر وين درنا الطبعة الأولى اللي حققت نجاح كبير وهاد المبادرة تهدف الواسم تهدف إلى الهدف تاعها الهدف تاعها هي الكرة جيل بعد جيل ونصنع المستحيل إن شاء الله ما فيش شك يعني من خلال هاد المبادرة هذه نقدر نصنع نجوم كبار على غرار زيدان وبليلي ويعني من الصغر اكتشاف الموهبة من الصغر يعني حضرت الحفل هذايا حضرت الحفل اللي نظم بخصوص مبادرة الكرة الذهبية وشفت هذاك الإقبال تاع الأطفال الصغار كيفاش كل واحد يطمح باش هو يتحصل على الكرة الذهبية في النهاية نظن تحصل عليها فريق الكاليتوس صح؟ فريق الكاليتوس نعم ولكن المبادرة الآن محلية نعم هذا العام إن شاء الله في الطبعة الثانية راح تكون وطنية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني راح تكون من كل ربوع من كل ربوع الوطن نعم أكيد بالتوفيق وكامل يجمو يشاركوا فيها يعني نعم. كيفاش يشاركوا كل فرق يعني راح تكون راح مازال يعني ما درناش اجتماع بخصوص هذا وشنو درنا يعني باش تكون تخص كل ولاية الوطن ان شاء الله راح تكون هناك تصفيات يعني ناخذوا غير المواهب يعني ونديروا تصفيات اكيد اكيد الفريق الوطني راح يتابع باش يعرف تفاصيل اكثر حول هذه المسابقه بالتوفيق شكرا فنانة اهلا وسهلا فيك مرحبا بك عندنا احكي لنا على رمضان كيفاش راك تفوت رمضان يعني في الجزائر عنده طعم يعني نكهه خاصه اكيد يعني حتى في البلدان العربيه ما نكذبوش على بعضنا هنا يعني في مصر تحرص انك تجوز رمضان في الجزائر اكيد مع العائله وعتيقة على بالها هي عتيقة قريبه ليا بزاف ونشوفوا بزاف عتيقة حنا في رمضان يعني صديقة العمر كما رؤوف تعرفنا في التسعينات تعرفنا له البارح صح يجي في رمضان انا شوفي تعرفت عليه في التسعينات ولكن كي ما عرفته
كما نلقاه ما يتغير لا في سنه ولا في شكله ولا في ولا في يزيد يزيد دائما اناقه ويزيد وصوتك دائما يزيد يحلى ولكن ما عندناش نسمع اغاني جديده تاعك. شوف اغاني جديده بعد احنا نقولوا بعد الكورونا الفنان هو ما يقدرش يكون تاجر. كاين ناس تاجر بالفن وكاين ناس فنانين. يعني فوق الكورونا الناس تموت انت تنتج جديد يعني الناس تموت والناس تشطح ما عندهاش يعني الفنان احساس قلت له من احساس وهذه هي حنا نفرحوا مع الناس كي تكون تفرح ونبكوا مع الناس كي تكون تبكي. اكيد. وبالنسبه لرمضان نعرفوا انه رمضان يكثر فيه الانشطه الثقافيه يعني في السهره هذا العام كاين هذا العام حكيونا على لي بروغرام يعني شوفي اي قلت لك فوالا ما خدمتش كاين كاين مهرجانات كاين مهرجانات كاين حفلات كاين 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 بارابور لرمضان اللي قبل كامل كان والو كاين شويه تهميش عتيقه تهميش كبير تهميش كبير ممكن ما احنا نقولوا على الفنانين خلينا من الناس باسكو دوكا احنا نشوفوا نكونوا صريحين يعني ما نكذبوش على بعضنا كاين ناس تيك توك يعني بالعاميه نقولوا ناس كي تبدا تجيح شويه يدير بوز هذوك البوز القنوات تستضيف الانسان اللي عنده اللي مبهدل سمحوا لي على الكلمه يولي ستار وينفيتي يمشي في الزنقه الناس تصور معاه واش قدم اعمال واش عنده كيفاش نقولوا باكيج كيفاش يقولوا باجاج في حياته واش دار واش دار لي ستوار تاعو واش معامل الفنانين تعامل معاهم شكون كتب كلمات شكون ملحنين شكون واش سجل احنا نشوفوا هذاك الوقت بريس بوك الصحافه هذه كانت داري ميزون دو لا بريس عندي بريس بوك هكذا داير كامل لي جورنو في الجزائر حتى في الوطن حتى في مصر يعني ما حدش على مصر في لبنان في السعوديه في يعني نشوف روحنا فنان عربي مش فقط جزائري شفت لك بعض لقاءات في دول عربيه مثلا في دبي في مصر في اكيد يعني مو يعني احنا نشوفوا باللي الفنان تهمش علاش احنا في الجزائر نشوفوا يقول لك سفير الجزائري في الخارج لكن احنا في رايك انت هل الفنان لازم يكون معروف اولا في بلاده باش يطلع للوطن العربي لا لا الخارج ولا يكفي من الخارج يقدر يعمل اسم في الخارج ويعاود يجي للجزائر مثلا من بلاده رأوف نكون واحد صريح يعني احنا انا في الجزائر كنت اول جزائري تشفى اللي غنى بالتركي في 96 كنت اول جزائري قبل ما يصراو هاد المسلسلات والافلام حتى كيت مع اتراك منهم منيك شارون جلديران ناس فنانين كبار في تركيا يعني تعاملت معهم تلحين كلمات حتى ديوهات بس احنا كاينه حاجه برك احنا في الجزائر نحبوا اللي يجي من برا كل حاجه حبوا البراني الجيل من الجيل الخارج نحبوها ما من الناس اللي تخرج تخدم برا عتيقه ومن بعد تدخل هنا يقيموها بابا حنايا في وقت العشريات السوداء احنا قعدنا هنا في الجزائر احنا خدمنا الحفلات وضحكتوا الناس وكنتوا تفاجئوا على همها واحد السانك فوا ولا كيما حازم معايا نطلبوا له الشفاء بالمناسبه الفنان الكبير حزين سورتو احنا تاع الضحك احنا درنا 48 ولايه في وقت الارهاب 48 ولايه انا يما الله يرحمها ما شبعتهاش كنت نبات نهار في الدار واللي باقي كاع لي تورني نديروا لي تورني عام كامل وحنا نديروا لي تورني فهذه في السنوات السوداء عشريات السوداء اليوم اللي كانوا في الخارج جاوا ولاو يخدموا واللي خدموا عشريات السوداء راهم قاعدين رؤوف حاجه مؤسفه طبعا مؤسفه جدا ولكن يعني نتمنوا من خلال هذا البرنامج يعني تحكيوا انشغالاتكم احنا هذه سهره رمضان يعني نقصروا فيها الحاجه اللي راها من جنيتك يا عتيق هادرين هذه فرحانه انا هذه فرحانه كي نجي والله لا لا يعني ولات هضره ولات هضره قلت لك يعني اللي كانوا بكري هربوا كاع دوق جاوا صابوا الخدمه واجده اللي كانوا قاعدوا هنايا مساكن كيما انا كانوا عندي لي ميناس هنايا وما رحت وما غادرتش وما خليتش الجزائر قعدت في الجزائر حتى تسقمت الحاله اكيد حنا نتمنى يكون عندك اعمال مقبله ان شاء الله ان شاء الله تكون عندنا اعمال ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كنا احنا من بين انا علاش خرجت من الجزائر كانت تقول لك في العشريه السوداء بالك شفتي ضربه تيزي وزو خطره في البراج خلينا من هذه المشاكل يعني لا لا يعني نحكي لك على فيلم رشيده درناه فيلم رشيده مع المرحومه منى شويخ ما عندهاش بزاف توفات الله يرحمها نقول لك الفيلم هذا كان مع كانال بلس هذاك اللي درناه علاش شفت له رؤوف من هذاك الوقت يعني بزاف فنانين اللي تمناساو يعني رشيدة مع بهية راجدي امينة راجدي امينة راجدي احنا على العموم شوف احنا خويا كمال احنا ما جيناش باش نقلب المواجع ولا جينا نتفكروا هذيك المرحله هذه ان شاء الله نطويوها ان شاء الله الحمد لله الى الابد الحمد لله احنا من المفروض نتفكروا الماضي نقفلوا عليه واليوم رانا في الحاضر ايوه نتفكروا الفنانين القدامى اكيد نروحوا لفقره تعريف بالفنانين رؤوف وفنانتنا لنهار اليوم الفنانه نعيمة عبابسة الراحلة العزيزة علينا جميعا ربي يرحمها ان شاء الله ونسعى عليها اكيد نعيمة هي في الحقيقة هي بنت الفنان الكبير عبد الحميد عبابسة
وحكيت لي قالت لي ان والدتها سمتها نعيمه لانها ولدتها في الكلينيك نعيمه يعني في عياده نعيمه عياده البطله المجاهده الكبيره نعيمه فسمتها على هذا الاساس باش هي تكون ايضا كانت الجزائر عندها عامل استقلت يعني مواليد 1963 وكان سيتشين فام كومباتانت يعني هي قاومت كثير اكيد قاومت المرض بشكل عجيب يعني وصنعت اسمها حفرت اسمها على الحجر يعني طلعت من العدم صحيح ان ابوها كان فنان كبير ويمها ايضا كانت الحاجة الزهرة صاحبة فرقة نسائية كبيرة وخالها الفنان الحاج منور ايضا كان رئيس فرقة فنان شعبي كبير ورئيس فرقة شعبية وايضا خالتها الفنانة ليلى الجزائرية المعروفة ايوة وراجل خالتها ايضا الفنان الحاج أباباس الحاج نور الدين عائلة كبيرة عائلة فنانية كبيرة ففي وسط هذا الجو العائلي وطبعا فلا واخوها صلاح الدين ونجيب عائلة كلهم فنانين تربات نعيمة وصنعت اسمها وحدها يعني استطاعت أن تكون فرقتها النسائية وأن تصبح مطربة الأفراح الأولى في الجزائر ومن خلال هذا العمل النسائي عملت ألبومها الأول يلي باغي يكسي مرتو اللي حققت به نجاح كبير وتولت العروض من بعد ذلك من منتجين سجلت عدة أغنيات من بين الشوق والمحبة ونمدح شيوخ بلادنا وأعادت أيضا بعض الأغاني للسيدة سلوى وجه ملاس وجه غلاس تاريخ كبير وريبورتوار كبير من الأغاني ولكن العلامة اللي في تاريخ نعيمة أنها أصيبت ببرد السرطان وقضت عليه أيضا وغلباته يعني تمكنت أنها غلباته ولكن بعد 25 سنة عاود رجع لها المرض لأن أغلب الظن أنها عملت عملية تجميلية فعادت أحياء الخلايا هذيك اللي كانت موجودة ورجع لها السرطان من جديد وهو اللي كان أيضا سبب من راحلها وطبعا ربي يرحمها ويوسع عليها الله يرحمها اليوم رؤوف أنت المعروف عنك أنه كنت بزاف بخوش للفنانة الراحلة طبعا وهي كانت فنانة تعرضت بزاف للإشاعات وشي الإشاعة اللي غادتها تأثرت بها هي تعرضت لكثير من الإشاعات ولكن أقوى إشاعة وخلينا هذه المرة نقول الحقيقة يعني تفضل أقوى إشاعة هي إشاعة أنها كان عندها مشروع زواج مع الشيخ شمس الدين الشيخ شمس الدين نحبوه وصديق عزيز علينا والحكاية وما فيها أن نعيمة فعلا كانت معجبة بالشيخ شمس الدين لدرجة أنها حكات لإحدى الصحفيات وهي صحفية كبيرة أيضا قالت لها نتمنى نكون زوجة هو الشيخ شمس الدين مزوج معه ثلاث نساء قالت نتمنى نكون الزوجة الرابعة ولو يقبل شمس الدين الزواج مني نبطل الفن ونكون ونعيش معه كانت معجبة به جدا وكان هو في تلك الفترة يمر بأزمة سكن وكانت عندها ما شاء الله يعني من السكنات والعقارات عرضت عليه يجي يسكن في بيتها ولكن الشيخ شمس الدين الإنسان الطيب الرقيق اعتذر بلا باقة وقال لها يعني أنا ما نقدرش نجي نسكن عندك مع عائلتي وكامل وبقت الصداقة بيناتهم بقى هو الشيخ رجل الدين وهي المطربة لكن كانت حريصة على صلاتها حريصة على قرآنها تقول لي لما عملت العملية الجراحية في فرنسا لما أصاب مرض سرطان الخبيث قالت لي الحاجة الوحيدة اللي أنقذتني هي قراءة المصحف الشريف فهذه الحكاية هدية يعني الناس يقولوا الشيخ شمس الدين طلع وكذب وقال ما كانش وهي كذبت وقالت ما كانش ولكن الحقيقة أن هذه الحكاية موجودة فعلا ونعيمة عبابسة فعلا كانت تحب الشيخ شمس الدين ولكن القدر ما مكنهاش أنها تتزوج به ولكن تزوجت كثير من مرات تزوجت حوالي 4-5 مرات نظن من ضمنهم الفنان الياس القسنطيني وكانت زيجتها كلها فاشلة ولكن نجحت في حياتها كفنانة وكنجمة كبيرة الله يرحم فنانتنا الكبيرة نعيمة أكيد ربي يرحمها ويوسع عليها بتحية نوجه لعائلة عبس فلا وعايدة كانت حاضرة معنا في الحصة طبعاً. كيف علاقتك كانت مع نعيمة عبس حبيبتي نعيمة سما كوكينا ربي يرحمها إن شاء الله كانت ديما تسقسي علينا تسقسي هي تحبني كانت تحبني الله يرحمها تحبني انت تحبي اغاني ولا تحبي نوع واحد اخر من الاغنيات كيفاش تحبي اغاني نعيمه عبابسه ولا تحبي اغاني نعيمه زيريه ولا تحبي انا شكون في النعيمات اللي تحبين لا نحب كاع الاغاني ديالهم كاع الاغاني تاعهم نحبهم انا كل واحد واحد لا كل واحد عنده الستيل ديالو شكون من الفنانين عبد الرحمن وكمال اللي يعجبكم غناه والغناه تردوه يعني تداولوه قدم ولا جدد لا صراحه انا نخليو عبد الرحمن معليش انا فنان نخليو عبد الرحمن ومن بعد نولوا من الجيل القديم ولا الجيل الجديد؟ مش ميغروالي ها فرصة ما مكاش وجديد شكون يسمع له؟ لا ما تسمعش الغناء جديد؟ أكثر أنا حليم فمي هاش ميغروالي هاش ميغروالي نحبه أنا تاني بزاف
نحب ندير وهابي، وانا نحب المشارقه، يعني المشارقه اللي تاثر. وشكون المشارقه اللي تحب تسمع لهم غناهم، تحب تردد غناهم؟ كلثوم، ورده، عبد الحليم، يعني والجيل الجديد ما مانيش نشوف الغزاله رائعه. عطينا مقطع لورده مثلا. مرؤوف ماشي بوقت. انا عارفه خديجي هنا يخليني شي الله. عطينا اي مقطع راك حابه، سواء خديجي سواء شرقي سواء جزائري. يعني احنا كنكون في الجزائر نحب نغني جزائري. تفضل. نكون في مصنع المصري. واش الحاجه اللي تعجبنا؟ غني حاجه اللي راه في خاطرك عتيقه، قولي لي. والله ما على بالي واش تحب. غني لي جاتك على الكوستون. واش حاجه اللي لالجيروا غنبيان لالجيروا. هي هي محبتي غير فيها هي 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 عشقي في نور الزيرية العيون شهل شعر سود مخبل العيون شهل شعر سود مخبل زين عتيقة يهبل زيت في زين العربية هي هي محبتي غير في عتيقه هي صوتي تعبان شويه جا جا عندي وحبس الزيت لا لا ما شاء عندي الله عندي قاع شكون قلت شعر الاصفر مخبل جمال القلب والروح هو اللي يمد يعني الجمال اكيد عتيقه كلها طاقه ايجابيه اكيد الله يسلمك تتبع كل اعمال عتيقه بيان طيب انا من بين العلامات المميزه تاعها كرنفال في دشرة شفتوا انا من بين العلامات اللي نحب نشوف عتيقه نشوفها في سوق الحاج الاخضر سوق الحاجة كانت بزنسية تما الله يبارك والله ما شاء الله هذه كنت نحب نشوفها بزاف الكابا شي احد اعمالك يعني اللي عملتها في تاريخك الطويل هذا تاع الاعمال كاع الاعمال اللي خدمتهم كاع نحبهم الناس يحبوا لك كرنفال في دشرة اللي كانت اول تجربة نضم مع عثمان كرنفال كلونديستان اول تجربة نحب كاع الاعمال واش هي ذكرياتك اللي تحتفظي بها مع علامة ذكريات مع عثمان مع لابرانتي مع حمزة مع ورديان حاسون يا ما تحلوين بزاف الماضي الماضي ما تقدرش تنساه يا رؤوف برايك شكون هي احسن فنانه كوميديه في الجزائر طبعا بعد عتيقه شكون هي لا 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 ماشي احلى كوميديه لا لا شكون في رايك احسن انا كنت نحب ورديه بزاف شتي لي فان ديالها نحب ورديه ضحكنا نشوفوها برك نضحكوا ايماجينيت كنت تهضر دحمان كانت له تجربه ايضا في التمثيل صح كانت لك تجربه ورديه جامده في السيت كوم اللي انتجته قناه الوطنيه بعنوان قصه وعبره قصه وعبره قصه وعبره مع الحلقه الثالثه وكانت العبره تاعو ضد التبديل وضد التقشف ايضا نتمنى نشوفوك في اعمال تلفزيونيه لانه فعلا عنده ملامح فتشاجه ان شاء الله بار كونتخ ورديه على جامي في جامي عطاو لها البطوله ورديه صح على جامي في البطوله مي ورديه كي تشوفيها في لي بتي رول تقرب عليك ليكرون ليكرون تقربوا انا عجبني هذيك تاع انا هي انا كنت دائما كيكون فين تلعب فيها ورديه على جا ورديه نقعد نستناها يعني وهاد الحاجه اللي ميزت الفنان حتى الممثله بيونا ربي وي طول في عمرها يعني كان رول صغير وما كانش حتى في الفن يعني نهار اللي دار سيرفا كانوا يتشرطوا ولا يحطوا المقامات احنا كنا حاجه احنا هاد لا جينيراسيون القديمه احنا ما كناش نشوفوا دراهم كنا نشوفوا العمل باسكو بحب المهنه بصح دروك هادو تاع دروك يفهموا يخموا بيان يشوفوا لك دراهم باش يخمموا ومن بعد كيفاش والله غير حب المهنه حنايا انا وشنو في الكلونديستا اكون كنت شتيهم في الكلونديستا كاع خلصوا مساكن كاشي ميناب شحال كان لو كاشي هذاك الوقت اللي تزيد 250 250 تاع بكري بصح حزت 600 ما من المسلسل تاع بكري وتاع دروك لا ماشي كيف بكري وتاع دروك ماشي كيف انا دوك المشاهد ماشي يشوف راح قامت تاع بكري هذه المشاهد دوك ما كاش عثمان علي وات دا 600 ودوك اللي نسمعوا 700 مليون ومليار بصح كانت فيهم البركه ولو اني نقول لك درهم في المليون ما فيهمش بركه مي حنا نقول لك لا لا فيهم البركه وعلى خويا عندك أغنية هنا في على في القناة الوطنية راح نختموا بها حلقتنا لنهار اليوم حكي لنا على الأغنية شوية هذه الأغنية خدمت بزاف خدمت ديو مع كاريسا فاليس من المكسيك خدمت مع براون جروب من راب كان أول تجربة لي بالانجلي هذه أغنية عاصمية يعني شوية عاصمية على صلصة يعني أكيد راح نختموا بها كلمة وهبة بوديب سمحي لي على المقاطعة كلمة تلحين وهبة بوديب
وانا وانا اكيد المهم انت هنختموا بها. عتيقه نورتينا وشرفتينا وشكرا على حضورك معنا. هل في مشاريع جديده عتيقه؟ نشكركم على الدعوه. نعم في مشاريع جديده ان شاء الله ماذا بينا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد بالك نكونوا فتحت خير عليها ان شاء الله. ان شاء الله بالك رمضان يكون فعل خير ان شاء الله. ان شاء الله وصحه عيدك مقبل. عيدكم مبارك. عيد بصحه والهنا نقول لهم عيدكم مبارك من هذا المنبر كل عام والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله ونأيدوا بالصحة ولهنا إن شاء الله يا ربي. عبد الرحمن صحة عيدك مقبل. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. صحة عيد كل الشعب الجزائري إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة ولهنا. إن شاء الله إن شاء الله نشوفك في أعمال جديدة إن شاء الله. ومبادرة الكرة الذهبية إن شاء الله حقق نجاح أكبر وتولي معروفة في كل الجزائر إن شاء الله. وربما تولي مغاربية. إحنا القناة تعالى توجهها مغاربي إن شاء الله. فإن شاء الله تديروا مباراة الكرة الذهبية المغاربية إن شاء الله. إن شاء الله رؤوف قلنا كلمة أخيرة. نقول لكم باللي استنونا غدوة الحلقة الأخيرة إن شاء الله من سهرة رمضان وفيها كثير من المفاجآت والحاجات الحلوة في الحلقة الجاية إن شاء الله. أكيد كما قلنا كلمة أخيرة. صحيتكم كل طاقم اللي راهو مور الإكرون وكل الشعب الجزائري والشعب العربي حتى الجالية الجزائرية في الخارج نحيهم بالمناسبة ونقول لهم صحيتكم وإن شاء الله في المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله أكيد راح نستضيفك تكون معنا مرة أخرى إن شاء الله. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لنهار اليوم. نقول لكم صحة سحوركم لكن كما عودناكم أكيد راح نختموا بأغنية. تتفضل معنا فارس باش تغنينا الأغنية تاعك. في بلاصتك. في بلاصتك. زينبال عندها السين قلبها حنين من هوليت سنتيمون تعالها تشحل قرتها في البال تالي بال وزينبال عندها السين قلبها حنين من هوليت سنتيمون تعال ما كانش كي بنت بلادي يلي بغاها قلبي ما كانش كي زين بلادي سبحان ما خلق روحي ما كانش كي بنت بلادي يلي بغاها قلبي كي زين بلادي سبحان ما خلق روحي ما كانش كي بنت بلادي اللي بغاها قلبي ما كانش كي زين بلادي سبحان ما خلق روحي